كره من كورنر بالراس خطيره تلقى كره من طول الجزاء بابا ماشي مزيان بار الكره الثانيه الوداد قوي في الكره الثانيه خطيره والحارس يتصدى خطيره وجول بس ما فيها شوبير شوبير جاب راجل وحط الكرة بالشحات هذه خطيرة الشحات قوية شوية جاب حسين جاب حسين حاول يكتب حسين الشحات عرضية خطيرة والهدف الأول للنادي الأهلي 1-0 بيرسي تاو 1-0 تام تاو 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 بيلا تشاو 1-0 للنادي الأهلي العرين الأحمر أهلاوي 1-0 الأهلي اكتب يا حسين والوداد الأحمر هاتشي الكرة خطيرة وشكا شوبير يمشي هاي كرة طويلة ممتازة خطيرة والفرصة والحارس والدفاع والهدف الثاني الوداد 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 الوداد